نبدأ باشمهندس إن شاء الله. يا سلام. نعم الحمد لله ان شاء الله. تمام. الله يسلمك يا رب. اول شيء ان نشكرك باشمهندس عمر على الفرصه السعيده هذه والفرصه الطيبه اعطيتني اني نشارك ماي نولج في بيم عربيه ماجازين، وانتم كذلك غنيين على التعريف. الله يعطيكم الصحه والعافيه. زي ما تفضل المهندس عمر، تكلمنا في السيشن 1 وسيشن 2 عن الكومن داتا انفايرمنت، وكانت عندنا ورك شوب شفنا فيها يعني اخذنا فيها امثله حيه عن الكومن داتا انفايرمنت، وكان من بين البلاتفورمز اللي اخترناه مشان يكون موضوع الورك شوب او الويبينارز هو تريمبل كونكت. هنشوف شو حنتكلم اليوم ان شاء الله، بس على السريع شو اجندتنا لهذا اليوم، لانه اخر مره بصراحه ما كفاناش الوقت يعني، وفي ما زال كلام كثير عن موضوع التريمبل كونكت او الكومن داتا انفايرمنت بصفه عامه، او كامل البلاتفورمز اللي هي تخص السي ديز سي دي عفوا. تكلمنا اخر مره عن الكونكت فور براوزر براوزر، تكلمنا كونكت فور ويندوز ديسكتوب، تكلمنا عن الكونكت سينك. بقينا اليوم ان شاء الله راح نتكلم على الكونكت براوزر تو دي فيور، وراح نتكلم على الكونكت فور موبايل، وراح نتكلم ان شاء الله على الورك فلو اكستنشنز، ونتكلم على ريفيت ادين اند ريفيت سبورت، واخر مره كذلك تكلمنا على الكونكت ادمين داشبورد. طيب خلينا نروح بس على السريع. حنتكلم اليوم ان شاء الله تكون بدايتنا بموضوع داتا شيرنج، لانه كان سؤال اخر مره في سيشن 2 كان الأخ على ما أظن مهندس محمد جمال مانيش نذكرت، سأل عن تشير أو how we can share files with all the team members، وراح نتكلم عليها إن شاء الله بإسهاب في الداتا شيرينج. راح نتكلم على اليوزر أكتيفيتي تراكينج، راح نشوف شيء رائع جدا اللي هو ما يسمى بالستيتوس شيرينج، ونحتاجه في السايت inspection for the quality control and during the construction phase. هذه أمثلة عن status sharing. كذلك راح نتكلم عن Trimble Connect workflow extensions اللي هي property set، وهذه بصراحة رائعة جدا، راح نشوفه مثال حي كيف نعمل property set وين حيمشي معك مشروع كامل، وعلى حسب أكيد على حسب البروجكت تايب. أكيد Trimble Connect it's يعني فعلا غيرت decision making، وصار it's open collaboration زي ما قلنا، tool that connects the right people to the right data at the right time. صارت الأمور سهلة وبسيطة وغير معقدة فيما يخص data sharing والcommunication. كذلك راح نتكلم إن شاء الله نشوف مثال حي عن الميكس رياليتي اللي حكينا عليها آخر مرة، قلنا إنه في الماركت واللي معروف انه في ما يسمى بالاي ار ما يسمى بالفي ار، وترمبل كونكت عندهم ديفايس اللي يسمى هولو لانس اللي شايفينه على اليمين، وهو يمشي بسيستم الميكس رياليتي which is very powerful tool which is يعني احتعطي قفزه نوعيه للاي اي سي اندستري في المستقبل. الهولو لانس هو يعني نقدر نقول انه ديفايس من مايكروسوفت، مطور من مايكروسوفت، مملوك من شركة مايكروسوفت. أول فيرجن أو أول ديفايس كان في 2015، وثاني ديفايس اللي هو هولو لانس 2 كان في 2019. زي ما شايفين شكله أنه مخصص للناس اللي تشتغل في السايت، أكيد بمجرد ما شفنا الهلمت هو for the safety purpose. ثاني شيء أنه زي ما شايفين عفوا الجلاسز او اللانس اللي موجودين هم مشان نشوف المشروع كميكس رياليتي ما بين الواقع وال 3 دي موديل اللي يتحمل اوتوماتيكلي في السيستم او في السوفت وير. استعمالات الهولو لانس كثيره يعني كثيره ومتعدده يعني، ونقدر نستعملها حتى في
ابتداء من الديزاين الى الفابريكيشن، السب كونتراكتورز يقدر يستعملوها، الى حتى المينتيننس والاسبيلت دروينجز او الاسبيلت موديل. الميكس رياليتي او الهولو لاندز عندها سوفت وير خاص وعندها سعر خاص بها. وعلى سبيل المثال حضرت لكم هذا الفيديو، الفيديو هذا هو فور اكزيستينج سايت اللي هو عندنا في تريمبل كونكت. اخذنا الريفت موديل ونزلناه كاي اف سي في الهولو لاندز مباشره، وعملنا مطابقه للريفت موديل على الواقع باستعمال الهولو لاندز ديفايس. انتم زي ما حتشوفوا في فيديو حاليا كنا لابسين الهولو لاندز هيلمت خلينا نقول او ديفايس، وفي نفس الوقت عاملين ريكوردينج للفيديو، وراح تشوفوا بس مثال على السريع. هذه أبواب موجودة في الريفت، يعني ريفت سوفتوير. يعني هذا المثال حضرناه يعني عفواً على السريع مشان بس تكون عندكم فكرة أوسع عن موضوع الهولولاند. زي ما شايفين على سبيل المثال في هذه فهذا الشات انه هذا الكولوم موجود اوريدي من الموديل، وهذا الاكزيستينج، وطابقنا الريفيت موديل على الواقع. وزي ما شايفين يعني ككواليتي كنترول يعني شيء بصراحه رائع وفيري باورفول. يعني تقدر تقارن او تعمل كواليتي كنترول على الشيء المنفذ وعلى الشيء وتشيز موديلد، يعني حتكون كوردينيشن عالية جدا ما بين الموديلينج تيم والكونستراكشن تيم. هذا فقط مثال بسيط عن الهولولانز. زي ما شايفين يعني لما ترفع يدك يعني راح تشوف الداشبورد البسيط هذا، وانت تتحكم في كامل، راح تكون عندك فول داتا about the project، وتقدر ترسل ريبورتس، تقدر ترسل تو دو، تقدر ترسل سكرين شوتس للديزاين تيم اللي موجودين في المكتب عن طريق التريمبل كونكت. تمام، صراحه تول وديفايس رائع جدا زي ما شايفين. اوكي، راح يكون مربوط اوتوماتيكلي ب تريمبل كونكت بلاتفورم، بس هذا الهولولانز عنده بلاتفورم خاص به. طيب خلينا نروح بس التريمبل كونكت بلاتفورم. اول نقطه راح نحكي عليها ان شاء الله اللي هي الداتا شيرنج، وهذا من الاشياء المهمه جدا في الكومن داتا انفايرمنت، خصوصا في مرحله تشهير او ارسال المعلومات او اي معلومات او دوكيومنتس خاصه بالمشروع. غالبا نحن واحنا عارفين في البروجكت مانجمنت، وهذه نقطة أيضا لازم تتحط في الباب اللي هو البيلدينج اكزيكيوشن بلان، بيم اكزيكيوشن بلان، احنا عارفين ما يسمى بالراسي أو نعم الراسي ماتريكس أو ما يسمى بالتريسيبيليتي ماتريكس، اللي راح يكون فيها واحد ريسبونسيبل اكاونتبل كونسلتنت اند انفورمد. أنت في الباب في مرحلة الانفورميشن أو في مرحلة التحضير لمشروع مشروعك اللي هو راح يكون under the beam technology، لازم تعمل حسابك أنك حتحضر شيء ما يسمى traceability matrix and during the IDM، تحضير الـ IDM راح يكون في واحد أو في حيكونوا stakeholders which is responsible، واحد راح يكون accountable، واحد consultant and informed. بنفس الشيء اللي حتحطه في الباب راح تطبقه في أرض الواقع، لأنه الباب تعتبر الباب يعتبر من الوثائق اللي لازم نلتزم بها during the project، سواء construction or design or modeling phase. نعطيكم مثال بسيط عن data sharing. خلينا نفتح المشروع اللي هو شايفينه مع بعض، اللي هو مشروع المزرعة. على فكرة هذا المشروع اللي كنا نشوف فيه من شوية عن طريق الهولولانز اللي سوينا فيه الكواليتي كنترول باستعمال الهولولانز. فرضا خلينا نروح البيم كونتنت او
خلينا نروح نختار اي دوكيمنت يعني بالنسبه للستاندردز اند بروتوكول. خلينا نروح للبروتوكول على سبيل المثال. فرضا انت في انت لازم تعرف اول شيء انه المشروع راح يتكون من تيم او راح يتكون من العديد من الممبرز، سواء كان الكونسلتنت، سواء كان من الكونستراكشن، سواء كان من سبلايرز، من السب كونسلتنتس، سب كونتراكتر، اتسترا اتسترا، حتى توصل الى خلينا نقول توب مانجمنت. مانجمنت عفوا. توزيعك للمعلومات وارسالك للمعلومات راح يكون based on plan, based on IDM. وين نفس كل مش في متسوين في مرحلة استقبال أو في جزئية استقبال documents أو necessary information about the project. فرضا نعتبر هذا document نعتبره مثلا 2D drawings، أو خلينا نروح نشوف 2D drawings أحسن. راح نروح للshared architectural model 2D PDF. أوكي، فرضا هذا 2D PDF drawings PDF extension عفوا 2D drawings. بمجرد ما تعمل كليك على الدوكيمنت أو الدروينز أو الشغلة اللي حاب تعملها شير مع البروجكت ستيك هولدرز أو حتى الكمباني تيم أو الكمباني ممبرز، بمجرد ما تعمل تشيك حتطلع لك على اليمين حاجة اللي هي أنا نعتبرها من الأشياء المهمة جدا، سواء من ناحية الفايل information أو الفايل خلينا نقول operation. بمجرد ما تعمل check خلينا نشوف، رح نشوف حاجة اسمها أو small icon اللي تعبر عن team أو مش عارف كيف تسموها يعني، تسمى share. الشير هو mainly يتكون من ثلاثة أشياء. الشير يتكون من ثلاثة أنواع. طيب Trimble Connect، Trimble Connect عفوا يتكون من 3 operation different share data operation. أول واحد يقول لك share with specific members of the project، يعني you're gonna share أو راح تشير الفايل هذا مع واحد من team أو project team member، سواء إذا قلنا نحن أنه architectural team ممكن راح تشيره مع structural team أو MEP team أو على حسب توزيعك أو حسب الorganization structure اللي عندك في المشروع. بمجرد ما تعمل check وتعمل share يعطيك الoption إنك you share this file with specific members of the project. طيب second option اللي هي you share with signed in users with the link، يعني أي واحد عنده حساب في Trimble Connect، وهذه تشمل الناس اللي involved في المشروع والناس اللي شغالين في نفس الشركة أو في نفس الorganization اللي معك، وشامل الناس اللي هم suppliers, subcontractors، المين contractor خلينا نقول، مع أني نعتبر المين contractor من الناس إذا مشينا بالIPD Integrated Project Delivery راح يكون أنا نعتبره واحد من الproject members على كل حال. Signed in users with the link يكون عندهم حساب Trimble Connect سواء external أو حتى internal stakeholders. طيب الoption 3 هو in users with the link، يعني الoption 3 مش ضروري يكون عندك حساب في Trimble Connect، يعني تقدر تشير الدوكيمنت هذا خلينا مع نقول مع واحد supplier يعني حيشتغل معك temporary لمدة أسبوعين مثلا، مش ضروري يعني حيفتح حساب ومش ضروري يدخله في التيم وتعمل له access معين وكذا، لا تبعث له فقط اللينك أو تبعث له الدوكيمنت اللي هو حيكون على شكل لينك، ويقدر يستعمل اللينك حتى تأخذ من عنده كإنبوت مشان تأخذ من عنده أنت الأوتبوت اللي تحتاجه في المشروع. طيب بمجرد ما تختار عفوا الاوبشن 1 يعطيك specific members of the project، you can choose يقول لك please enter users or groups. على سبيل المثال اذا قلنا بلال يعطيك مثلا التيم اللي موجود عندك في المشروع، او يعطيك مثلا واحد من التيم member. تمام، تختار التيم واحد من التيم member وتكتب له مثلا رساله please take look
look to this file and add your comments على سبيل المثال وتعمل إرسال. بمجرد ما تعمل إرسال حيوصله بطبيعة الحال إيميل للشخص الشخص المعني ويفتح الفايل ويديه مباشرة على الفايل. الطريقة هذه حتسهل علينا وحتوفر علينا الوقت من ناحية إيميلات وما إيميلات، لأنه إحنا اتفقنا أول شيء أنه الـ Common Data Environment as a Virtual Room كامل Documents in Electronic Format راح تكون مجمعة في مكان واحد، وأنت بمجرد ما اخترت الدوكيمنت المناسب اللي احترسله للشخص المناسب based on your IDM on based on your strategy أو based الحاجة اللي لازم ترسل الفايل في الوقت المعين، تكون عندك كامل البوسيبيليتي انك ترسله من السي دي من دون ما تروح تعمل ايميل جديد وتضيع وقتك على الفاضي. تختار بس الدوكيمنت وترسله one of your team or project team members. Option 2 هو sign in users with the link. هنا في اختلاف بسيط انه حيعطيك اكيد البيبل مع من حتشير الفايل، تكتب له المسج نفس الشيء، قلنا please check the file ولا اي مسج او اي كومنت تحب تعطي له اياه كتنبيه يعني. وعندك شغلة ثانية يقول لك link expires on، يعني تقدر تعطيه صلاحية اللينك، يعني قادر يكون لمدة شهر ومن بعد it will not be available anymore، تقدر تعطيه لمدة أسبوع يومين ثلاثة أيام etc. طيب نعم، لو حصل تعديل في الفولدر عفوا حيتم إشعارهم، صحيح لو حصل تعديل في الفولدر حيتم إشعارهم. نعم هذه حكينا عليها آخر مرة في النوتيفيكيشن، أنت تتحكم في النوتيفيكيشن، قادر تضيفها عندك في النوتيفيكيشن أنه إذا واحد مثلا غير في الفايل يصله إشعار، وإذا ما حبيتش يعني تكثر عليهم بالإيميلات ما يصلوش إشعار، أكيد إذا غيرت في الفولدر حيصلهم إشعار. بس الأخ المهندس اللي سألني سؤال، هذا سؤال جميل جدا، نبهني نقطة مهمة جدا جدا. الشيء الجميل في التاج أو في الانوتيشن اللي موجودة في التريمبل كونكت، إنه تقدر تحط ملاحظاتك، تحط تاجز، تحط انوتيشن في الفايل من دون ما تأثر على الأوريجينال فايل. يعني خليني بس نكمل الشير داتا ونعمل داتا عفوا ونروح نشوف مع بعض مثال حي على 2D drawings. طيب نفس الشيء، you can share it, you can assign, you can choose the right person or the group, architectural team, MEP, etc. تكتب نوت معين واللينك حي it will be expired يعني within one week, two weeks, etc. نهنا اللعبة يا جماعة، حيقول لك الأكسس view only or view and download. بالنسبة للناس اللي هم informed only مش ضروري تعطيه view and download، يعني ممكن يكون view only مثلا your CEO يعني صاحب مجموعة الشركات ما عندوش الوقت انه يفتح Trimble Connect ويشوف ويدخل في التفاصيل اللي راح تتوه، ممكن ينزعج من الموضوع. تقدر تبعث له فقط على الإيميل، تبعث له الإيميل يشوف، يكون عنده possibility إنه view only يعني لأنه هو في خانة informed. بس الناس اللي هما consultant or خلينا نقول responsible or accountable، مفروض يكون عندهم view and download. على سبيل المثال supplier or subcontractor اللي يحتاج الdocument مشان التسعير أو مشان يدخل في البيد أو يدخل في المناقصة خلينا نقول. وعنا على سبيل على فكرة يعني عنا نقطة مهمة جدا فيما يخص موضوع المناقصات وكيف Trimble Connect رح يسهل لك موضوع المناقصات ورح يسهل عليك حركة المعلومات أو السعر، حتى السعر لما يوصل لك في Trimble Connect يكون مبني فعلا على قواعد صحيحة يعني من دون أي لبس ما بعد في الكونتراكت. الاوبشن 3 اللي هو any users with the link، any user with the link. لو تكرمت باشمهندس عمر تبعث لي فقط ايميلك على الشات، حبعث لك any users with the link، يعني حتشوف باللي مش ضروري يكون عندك حساب في Trimble Connect، مش ضروري يكون عندك حساب Trimble Connect، ويوصلك الفايل اوتوماتيكلي تفتحه عادي في ال 2D viewer which is integrated in Trimble Connect. لو تكرمت باشمهندس عمر تبعث لي بس ايميلك على الشات بس تجريبيا يعني، ومشان تعطينا رأيك يعني شنو في آخر المحاضرة.
طيب مش مشكلة، يعني مش عارف أنا إذا في أي إيميل عندكم أبعثوا لي، مجرد تجريب فقط مشان ممتاز، عنا إيميل هذا ونبعث له الإيميل، يعني اللينك will be expired tomorrow view and download share. أوكي، بمجرد ما تعمل شير حيوصل إيميل done، حيوصل الإيميل للأخ اللي يبعث لي إيميله، وحتكون عنده البوسيبيليتي إنه يشوف ويعمل داونلود للفايل من دون ما يكون عنده حساب في يكون عنده حساب في تريمبل كونكت. لما تضغط على اللينك رح يقول لك you have to make sign in or sign up، مش ضروري، أنت بس اضغط على الصورة مشان يأخذك مباشرة على يأخذك مباشرة على الفايل. رجوعا إلى سؤال الأخ، قال له إذا وصلتهم notification أو تغيير في الفايل هل يوصلهم notification؟ إذا أنت شغال على سبيل المثال في 3D model زي الريفت على سبيل المثال، إذا غيرت أنت في الفايل، إذا غيرت أنت في الفايل itself، يعني إذا عملت synchronize، إذا عملت synchronize راح يوصلهم أنه synchronized، يعني synchronized it means أنك غيرت في الفايل أو أضفت أشياء أو حذفت أشياء. مدام عملت synchronization من طرفك وما فيش ولا updates معناها ما صار ولا شيء. النوتيفيكيشن إذا كان صار في تغيير في الفايل النوتيفيكيشن حتم كالآتي. فرضا أنا كبيم كوردينيتر خلينا نقول وحبيت نشيك على 2D or 2D drawings في PDF، نعمل view. لما نعمل فيو على سبيل المثال، وما تنسوش يا جماعة أنه آخر مرة في السيشن تو حكينا على تو دو تقدر تسهل عليك أمور كثير، تستعملها في 3D model, 2D model, Excel, PDF, reports، أي شيء يعني مهندس أشرف إبراهيم وصلوا إيميل أنه مهندس بلال download all، يعني تقدر إذا ما عرفش حشير معك الإيميل بس وحنراويك كيف تعمل داونلود من دون ما يكون عندك حساب. فرضا هذا 2D drawings PDF. طيب إذا كان عندي أنا تعليق على المخطط أو كان في comments معين على سبيل المثال، حاليا أنا فاتح خلينا نقول أوكي، حاليا أنا فاتح الأوريجينال أو كوبي من الأوريجينال. يعني فرضا إذا كان عندي مشكل في المثال، مجرد مثال فقط يا جماعة، ما تحسبوش يعني شيء أوفيشل، على سبيل المثال كان عندنا مشكل في الانترنس على سبيل المثال. أوكي طيب، صار عندنا مشكل في الانترنس وحبينا نعطي كومنت للأخ اللي شغال أو للأخ اللي أعطانا طيب تقدر تعمل له comment please change the entrance width على سبيل المثال. أوكي طيب، أعطيته ملاحظة أنه بمجرد ما شير أو بمجرد ما عملت quality control على 2D drawings اللي هو PDF، نقدر نعمل أنا الكومنتس على الفايل من دون ما نغير في الأوريجينال فايل اللي هو PDF. مثال بسيط فقط، إذا حبيت أنا نرسل أو إذا حبيت الممبر أو تيم ممبر اللي يحمل الفايل توصلوا نوتيفيكيشن أني غيرت، لا ما توصلوش أني غيرت، حتوصلوا أني أعطيت كومنتس أو حطيت له تاسك لازم يسويه اللي هو عن طريق تودو. بمجرد ما تعمل تودو you create a new to do، تكتب مثلا entrance issue على سبيل المثال description please زي ما قلنا آخر مرة change the entrance width على سبيل المثال share with تحطها مع assigned person، تقدر تحط الجروب priority normal، تقدر تعمل due date، تقدر تعمل خلينا نقول التايب اللي هو مثلا ممكن ايشيو ريكوست على سبيل المثال، وتقدر تحط التاج اللي هو architectural موجود اوتوماتيكلي في السيستم، وتعمل سيف. بمجرد ما تعمل سيف احتوصلك نوتيفيكيشن انه في عندك كومنت او في عندك تودو على المخطط اللي ارسلته. انت لما تفتح الفايل، فرضا انت لما تفتح الفايل
الفايل لما تفتحه separately حيطلع لك الاوريجينال، بس لما تفتح التودو حيطلع لك هذا بالنوتس. خلينا نعمل سيف عشان تفهموا عليها أكثر، يعني منحبش نعطي بس الأمور نظرية، لازم تشوفها على عينك. طيب ممتاز، خلينا نسكر هذا نشوف التودو. ممتاز، وش عنا وينو؟ entrance issue. بمجرد ما تشوف الـ issue، شوفوا معايا صح، شايفين هالي كوين التاكس أو النوتس، بمجرد ما تعمل كليك رح يطلع لك الفايل with tags. تمام، بس هذه مش معناها اني غيرت في الاوريجينال فايل، وهذا الشيء الجميل في التريمبل كونكت او سي دي بصفه عامه او الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم. هذه معناها انه عندي كومنتس، تمام، وتقدر تشوف الكومنتس في التو دو ولا اونلي اف اي اساينت سمثينج تو يو. طيب بس اذا رجعنا للاوريجينال فايل، اذا حبيت نشوف الاوريجينال فايل فرضا يعني فيو، تمام، إذا حبيت نشوف الأوريجينال فايل، يعني changes اللي عملتهم أو annotations اللي عملتهم it will not affect the original file. زي ما شايفين، تمام، يعني أي changes راح تسويها راح تأخذ وكأنها نسخة إلكترونية virtual copy، تعمل عليها كامل ملاحظاتك without affecting the original خلينا نقول فايل. تمام، هذه نقطة جميلة نبهني عليها الأخ بما يخص النوتيفيكيشن. في شغلة ثانية تابعة الكولابوريشن، أنا حكينا آخر مرة عن قضية التشيك إن وتشيك أوت. فرضا أو إحنا كتيم we are working in collaboration environment، تشيك إن وتشيك أوت. التشيك أوت لما مثلا إذا رحنا الريفت موديل أو وعلى فكرة يا جماعة، سواء كان أرشيكاد أو ريفيت أو أي موديلينج سوفتوير، يعني مش ضرورة يكون ريفيت، يعني إحنا بس تعودنا نشتغل بالريفيت، بس مش بضرورة يكون ريفيت، يعني أي موديلينج سوفتوير ممكن سكتشوب أو أي شيء. على سبيل المثال عندي هذا الريفيت موديل، الريفيت موديل زي ما شايفين في عنده لوك صغير. أنا كواحد من التيم ممبرز لما نشوف اللوك الصغير هذا معناها ما لازمش يعني نعدل في الفايل أو ندخل أو نعدل فيه، لأنه it's under process it's not done yet. يعني وأنا شغال في الفايل، فرضا أنا المسؤول عن الفايل هذا، وهذا الفايل already shared with other persons، يعني مجرد مثال، لما نعمل كليك وأنا طالع من المكتب لازم نعمل check out. It's يقول لك already the file selected files it's already check out. وش معناها هذه؟ معناها ما خلصتش شغلي. متى نخلص شغلي؟ لما نخلص شغلي وش نعمل؟ نعمل check in. check in في الحالة هذه ينشال اللوك، معناها أنا كسكند تيم ممبر نقدر ندخل ناخذ نسخة من الفايل ونشتغل عليه. تمام، لانه الادمن على سبيل المثال، الادمن في حركه المعلومات او في الكوردينيشن انفايرمنت يعرف انه واحد مازال ان بروسيس وانه واحد خلص. الناس اللي مازالوا ان بروجرس او لا ان بروسيس، او في مثلا نعطيكم مثال بسيط، فرضا واحد من جماعه الاركيتكتشرال تيم خلص شغله وحطه في الشارد، انا كان عندي ملاحظات، لما كان عندي ملاحظات رجعت كومنت للاركيتكتشرال تيم عشان يعدلوا على الفايل. في الحاله هذه لازم يعملوا تشيك اوت. تمام، وش معناها؟ لما يجي ستراكتشرال تيم وياخذ الفايل ينتبه، لانه مازال تشيك اوت، ما ياخذش الفايل كريفرنس او يتاكل عليه، خلينا نقول لا، ما دام تشيك اوت يقول مازالوا جماعه الاركيتكتشرال تيم ما خلصوا شغلهم، في تعديلات اعطالهم اياهم البيم مانجر او البيم كوردينيتور. بمجرد ما تشوف انه الفايلات كامله فيها تشيك اوت، معناها عندي the right to use those files in my work، ولا نقدر نستعملهم في حاجاتي. تمام، حتى في الشير مع السب كونتراكترز، مع سبلايرز، يعني السبلاير لما يكون عندك في التيم ماشي معاك، يعني في during the project life cycle، لما يشوف الفايل مازال check out من الأحسن أنه يتريى شوي حتى تعمل له أنت check in، مشان يقدر يأخذ الفايل ويعمل منه التسعير ويشتغل عليه ويعطي ملاحظات و etc.
تمام. هذه بما يخص تشيك إن وتشيك أوت. تشيك إن وتشيك أوت مهم جدا في موضوع الكولابوريشن. نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع هذا. طيب آخر مرة نسينا باش نتكلم أو ما كفناش الوقت للأسف الشديد نتكلم على الريفيت بلاجين. إحنا قلنا عفوا إنه تريمبل كونكت يتكون من 5 applications اللي هو الويب براوزر، ديسكتوب، تريمبل كونكت، سينك، ستيتوس شيرينج، and ريفيت اد ان أو ريفيت بلاجين. الريفيت بلاجين موجود زي ما قلنا في التريمبل كونكت application ستور. تمام، راح يكون في تاب الادز ان ويكون بشكل هذا. ريفيت او التريمبل كونكت ريفيت بلاجين شو هدفه او شو المين بيربس بتاع هذا البلاجين؟ راح نقول لكم شو المين بيربس. تذكروا اخر مره لما فتحنا مشروع اي مشروع يعني، واحنا قلنا له التريمبل كونكت يقدر يقرا لك كامل الفورمات سواء ريفيت، سكتش اب، بي دي اف، اكسل، وهذه ميزه موجوده في كامل السي ديز اللي هي تندرج تحت الاي دي ام اس الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم. قلنا انه لو تتذكروا في الوركينج بروجرس اخر مره في الاركيتكتشرال موديل كان عندنا الار في تي وكان عندنا الاي اف سي وكان عندنا دي دبليو جي. الدي دبليو جي فتحناه عادي، الاي اف سي فتحناه عادي which is shared by default خلينا نقول. هذا مازال زي ما شايفين تشيك اوت، يعني ما عنديش الحق اني ناخذه ونستعمله في الاركيتكتشرال او ستراكتشرال موديل اللي عندي، بس لتذكير بموضوع تشيك ان وتشيك اوت. لو نحاول نفتح هذا الريفيت موديل مش راح يفتح معي لسبب معين، انه في اوبريشن تسبق يعني الاوبننج تاع هذا الفايل اللي لازم نسويها قبل ما نروح نفكر اني نفتح هذا الفايل. هذه الاوبريشن يعني لو استنى يعني ولو حتى سنة يبقى يلف يعني تشوفوا انه conversation in progress ولا عمره راح يفتح هذا. تمام، لسبب معين فقط، لانك انت كبيم او architectural بيم modeler ما عطيتش الauthorization للناس او ما عطيتش الauthorization للTrimble Connect او حتى للCD انهم يفتحوا Revit native model. خلينا نقول بصفة عامة، ما نقولش Revit، native model لانها اوسع واشمل. طيب كيف تعطي الاوثوريزيشن انهم يفتحوا او تريمبل كونكت يصير يشوف ريفيت موديل؟ في شغله هنا اللي هي كبلاجين موجوده في الريفيت، وللاسف موجوده فقط في الريفيت لا في الارشيكاد ولا شيء. في شيء اسمه فايل ابلودر. بمجرد ما تكبس فايل ابلودر ترجمتها الثانيه الفايل ابلودر هي يو ار شيرينج يور ريفيت موديل اور يو ار ببلشينج يور ريفيت موديل. يعني خلاص انت عطيت الاوثوريزيشن انهم يشوفوا الفايل ويشتغلوا عليه. طيب حتشوف حيطلع لك خلينا نقول فورم او ايش راح نقول يوزر انترفيس بسيط. سامحوني دقيقه بس حتختار باي ديفولت اللي هو السيرفر فور يوروب اور ايجيا. تمام، البريفرنس سيف في الايجيا عندك تختار دقيقه بس نعمل ريفرش. اوكي زي ما شايفين هنا عندي الابجريد المفروض نعمل له ابجريد. تمام، بمجرد ما تختار السيرفر تمام يعطيك الفولدر ستراكشر اللي موجوده في الموجوده في تريمبل كونكت باي ديفولت، وتختار انت الفولدر باث ويعطيك البوسيبيليتي انك يقول لك ابلود موديل ان كورنت 3 دي فيو زي ما هو بعد زي ما شايفينه، لانك عندك بعد تختار 3 دي فيو ثاني او على حسب يعني، ويقول لك تشينج ذا فايل نيم تو كورنت 3 دي فيو نيم. عندك البوسيبيليتي انك تغير له اسمه، يعني مش ضروري يتحمل بنفس الاسم باش يكون فيزيبل ان تريمبل كونكت بلاتفورم اور تريمبل كونكت 3 دي فيور. طيب بصراحة ما عندناش الوقت انه نعمل تحديث لهذا بس نخليه يعني، بس المهم تكونوا فهمتوا البرنسيب انه ريفيت فايل ما تقدرش تشوفه في التريمبل كونكت الا بعد ما تعمل له ابلود فايل ابلودر يوزينج ذيس ريفيت اكستنشن اور بلجين خلينا نقول اد ان. الشغلة الثانية انه وش عنا الموبايل ابليكيشن. طيب احنا نحكي عن الموبايل ابليكيشن.
خلوني بس نشير الموبايل ونشوف إذا في عنا أسئلة. أوكي، راح نشير معكم الموبايل وتشوف كيف استعمالات Trimble Connect بلاتفورم في أو الموبايل أبليكيشن في السايت على سبيل المثال. هي أبليكيشن يعني بسيط، يعني تقدر تحملها في الآيفون أو تحملها في عن طريق الجوجل ستور أندرويد. بمجرد ما تفتح الأبليكيشن، أبليكيشن جميل وسهل وبسيط يعني، بس مرات يعني يعلق معكم التليفون إذا كان التليفون تعبان زي اللي عندي. بمجرد ما تفتح الابليكيشن راح يكون عندك يعني البوسيبيليتي انك تشوف كامل المشاريع اللي موجوده في التي سي او في الكومن داتا انفايرمنت. من فوق زي ما شايفين هما ذا ليتست او اخر شيء فتحته يعني، تمام. عندك مثلا المشاريع الموجوده، بمجرد ما تكبس وتنزل يعني حجيك الريفرش، هذه اللي شايفينها هذه الريفرش، إذا صار في أي تغييرات أو تودو جديد نضاف على السيستم راح تشوفه عندك. أنا حالياً سايد إنجينير، تمام؟ سايد إنجينير، أي إنستراكشن خاصة بالمشروع راح توصلني في التليفون، وأي مشكل في المشروع راح نستعملها بالتليفون، يعني نرسلها للديزاين تيم أو الموديلينج تيم. فرضاً خلينا نقول مشروع المزرعة، روح المشروع المزرعة على سبيل المثال، نعمل كليك، حيطلع لي الفولدر ستراكتر بيزد أون ذا the folder structure، نفس الشيء اللي عندنا في Trimble Connect وبراوزر أو الثاني. من أسفل عندنا التيم، لو نعمل كليك على التيم راح تشوف كامل التيم الموجود في المشروع، وعندنا الجروبس، عندنا الاركيتكتورال جروب، ام اي بي جروب، سايت انسبكتورز جروب، كوانتيتي سيرفيرز، مين كونتراكتور، تكنيكال ستاف اتسترا. هذه الجروب انت تدخلها في الاصل في قولوا معي في التي سي، او تقدر نضيف جروب من باي كليكين اون ذا بلس، هذه البلس شوفوا معايا هذه، تمام. تقدر تضيف جروب وتقدر تضيف حتى يعني ناس معك في التيم، اوكي. تقدر يو كان يعني اد نيو تيم ممبر يعني، وتقدر تحط له الجروب اللي مناسب له يعني، وتعطيه الرول سواء يوزر او ادمن، حكينا عليها اخر مره. بطبيعه الحال عندك الفيوز اللي هما 2 دي اور 3 دي عفوا فيوز. حالياً عندي 2D views اللي هم أخذتهم الـ PDF. 2D views غالباً يكونوا من 2D أكيد drawings، و 3D راح تكون من 3D model. عنا to do، سواء عملنا to do بالتليفون في السايت أو عملوه جماعة المكتب. بمجرد ما تعمل صباعك يعني من فوق الأسفل راح يعمل لك synchronize، يقول لك to do synced، أوكي. وعندك الداتا اللي هي بطبيعة الحال الفولدر ستراكتر بيزد اون ذا ISO 19650 أو على حسب تغييرتك أنت للفولدر. زي ما شايفين تليفون راح يحرجنا معكم للأسف. طيب فتحنا نحن CD ونروح الورك إن بروجرس ونشوف 3D فيور اللي موجود في التليفون، الأركيتكتورال موديل. نفتح على سبيل المثال IFC، وش رأيكم نفتح IFC؟ طيب نفتح IFC. هذا عندكم بمجرد ما تعمل كليك على الموديل تقدر تعمل له ديليت اور اد تو دو اور لانش. يقول لك لانش ان نيو 3D فيور اور لانش ان اكزيستينج فيور. خلي نعمل ان نيو نيو 3D فيور، حيفتح معنا، حيطلع معنا 3D موديل، اركيتكتورال 3D موديل. نافيجيشن سهله جدا يعني بتو فينجرز، الأمر بسيط مش معقد يعني، تعمل زوم إن زوم أوت، تمام. عندك 3 دوتس اللي هما مالتي سيلكت مود، سيلكت أسامبليز، أورتوغرافيك بروجكشن. ها هذه الأورتوغرافيك بروجكشن اللي موجودة في الريفيت موديل لو تتذكروا يعني، وتحب تشيل أورتوغرافيك. عندك الماركابس يعني تحط الماركابس على الموديل. عندك هذه يا إما تروح للمودلز اللي موجودين، انا عندي فقط الاي اف سي اللي مفتوحين، او ترجع للفايل من اول وجديد. احنا مش حابين نرجع الفايل من اول وجديد. طيب من الاسفل وش عندنا؟ فرضا ضاعت عليك الفيو، جينا هنا وتعمل كليك لهذا،
ضعت عليك الفيو فرضا، مع انه دقيقة بس. طيب مش مشكلة، فرضا عملنا هايد او عملنا سيلكشن لاي اليمنت. اوكي نبدأ من هذه. هذه على سبيل المثال الاولى اللي شايفين هذه من الاسفل، هي it's like refresh for the 3D model. راح نشوفها بس نعمل مثال بسيط ونشوفها شو استعمالاتها. هذه اللي هي ترجعك للأوريجينال فيو، يعني هذه ترجعك للأوريجينال فيو. تمام، مثلا ضاع عليك الموديل أو ضعت في حركة النافيجيشن للموديل، تقدر ترجعه للشات الأصلي يعني، أو الصورة أو الوضعية الأصلية. طيب عندنا هذه مثلا نقدر نستعمل شو اسمها الهايد. أوكي، أو هذه لازم تعمل سيلكشن للموديل. في عندك قبل ما نعمل سيلكشن للموديل، في عندك الفيوز سواء توب باتم سايد على حسب يعني، عندك the bottom كذا كذا perspective ترجعك زي ما كان، وعندك البلاس اللي هو البلاس هذا اللي شايفينه هذا. بمجرد ما تعمل البلاس عندك ما يسمى بالكات اوف بلان، عندك الكات اوف بلان. دقيقة بس، تليفون بس معلق يا جماعة شوي. اوكي الكات اوف بلان وينها؟ طيب هذه يجي تعمل كليب بلان سواء الجانبي هذا اوكي، او سواء تعمل الكات اوف بلان عفوا. اذا ضاعت معاكم الدنيا روحوا للتوب توب واعمل كات اوف بلان، وراح يجيكم الكات اوف بلان بالشكل هذا. تمام، ونزل زي ما تشوف مثلا. وانت شغال على الموديل في مرحلة ما، مثلا انت كسايت انجينير في مرحلة ما كسايت انجينير كان عندك لبس معين في مثال الكوريدور هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال، وجي تعمل المارك اب هنا. اوكي اوكي تمام، وجي تعمل ما يسمى ب add to do. اوكي attachment، تعمل add to do وتكتب مثلا please or corridor corridor width مثلا على سبيل المثال، ترسلها للديزاين تيم. انا نعطي بس مثال يعني على السريع، يعني مانيش حاب ان ناخذ وقت كثير في موضوع الموبايل اب، بس حبيت نراويكم كيف الشغل الـ يعني الشغل اللي قدر تعمله الموبايل اب كسايت انجينيرز. تمام، طيب فرضا انت رحت للسايت كانت كونستراكشن مانجر او انت كممثل مالك على سبيل المثال، رحت للسايت شفت الباب هذا مش عاجبك على سبيل المثال، somehow شفت الباب هذا مش عاجبك. تمام، وش تعمل انت؟ جيل هذه وتعمل add to do. تمام، وتكتب please fix the frame على سبيل المثال. اوكي، وجينا هنا يا جماعة الخير وحنصور لكم بس مثال بسيط، وجيب الكاميرا تاعك تعملها activation وتصور الباب. شايفين الباب؟ مش عارف انا تليفون هذا. اوكي دقيقة بس، عفوا عفوا عفوا، وجي تصور الباب. خلاص يا جماعة ما تكونوا فهمتوا لأنه تليفون تاعي شوية. طيب راح تكون التودو اتاتشد بالصورة اللي موجودة اللي أخذتها أنت على السايت. راح تروح مباشرة للمسؤول اللي موجود في السايت وحتوصله نوتيفيكيشن وراح يصلح أكيد
الموضوع. سنة والله نشوف ليش يعني الصورة طلعت الكواليتي يعني تعبانة. كانسل التودو. سوري. اوكي بصراحة مانيش عارف ليش يعني الكواليتي يعني طلعت بشكل هذا. على كل حال يعني اوكي اوكي يعني تختار ايوه طلعت صورة جميلة شوي زاد عملنا بينا بالتليفون عادي عادي. على كل حال تكونوا فهمتوا ان شاء الله البرنسيب. هذه شو قوة الويب او الموبايل ابليكيشن اللي بصراحة تسهل علينا شغل كثير. وش عندنا بعد؟ عندنا على سبيل المثال الموديل انفو او البروبرتي. على سبيل المثال اذا عملت كليك على سلاب تقدر تشوف البروجكت او الاوبجكت انفو حيعطيك يقول لك بيسك روف جينيريك. اذا حبيت تروح المور ديتيلز راح يعطيك الكاستم بروفايل يعطيك الاي اف سي ماتيريال يعطيك الكوانتيتيز يعطيك وش تحب يعني از ات فاير ريتد اور نوت. تمام. اذا حبيت مثلا على سبيل المثال عفوا نروح نشوف الديكوريتيف اليمنت هذا نعمل له فوكس نعمل له عفوا اوكي نجي هذا للاليمنت ونعمل له فوكس او نقدر نعمل له على سبيل المثال Transparency. اوكي نقدر نعمل له هايد نرجع الهيدن اوبجكتس في المربع الاول هذا زي ما شايفين. اوكي انتم شايفين كليب في هذا هي معناها attached file. انا عملت to do عملت attached file 2D drawings مشان الـ assigned person يشتغل based on the 3D model and the attached 2D file. فرضا إذا حبينا يعني تقدروا تحملوا الـ application وتستكشفوه يعني شيء جميل ورائع. تقدر تعطيه لون هذا مثلا تعطيه لون معين transparency تزيد له في الـ transparency تحب تنقص له في الـ transparency زي ما تحب يعني عن طريق هذه اللي موجودة في الـ تعمل attach مثلا تشوف الداتا اللي موجودة عندك في الفولدر structure you can attach يعني technical data sheet you can isolate this element can isolated يعني by going here and isolated تقدر تدلو في transparency وترجع يعني وعندك possibility انك تعمل navigation يعني بكل حرية يعني سهل بtwo fingers تكتشف لحالك يعني ال 3D viewer. بس اهم شيء انك تقدر تتابع السايت quality control تصور كذا شغلة تحطها في الاد تودو ويكون عندك بعد الهيستوري بتاع الشغل اللي تم في السايت بكل سلاسة. وأكيد الديزاين تيم راح يوصلهم شغلك ويقوموا بالشيء اللي لازم يقوموا به. طيب ننتقل لشغلة ثانية اللي هي مهمة جدا جدا. قلنا شفنا أنه في التي سي أو في تريمبل كونكت عنا ما يسمى بتريمبل كونكت ويب براوزر عن الديسكتوب عن الريفيت بلاجين عن الموبايل ابليكيشن وعندنا شغله ثانيه اللي هي اسمها ستيتوس شيرينج. ستيتوس شيرينج انا اشوفها يعني ذا نيو ريبورتينج سيستم ويذ كولر كودينج. خلينا نفتح مثال بسيط خلينا نفتح ستراكتشرال موديل لا مش الفاميلي خلينا نروح نشوف المزرعه. تمام
شوف الwork in progress اللي هي structural model. اوكي structural model IFC، خلينا نفتح هذا view. أو خلينا نفتحه في الديسكتوب أسهل. المزرعة الورك إن بروجرس ستراكتورال آي إف سي. أوكي أوكي this is the structural model. This is the structural model. طيب خلينا نفتح structural model number 2 أحسن، أو number 1 عفوا. أوكي هذا أوضح صح؟ طيب status sharing هو visual or reporting system by color coding. فرضا حبيت تتبع السايت، او انا كسايت inspector or construction manager حاب نشوف او حاب نعمل traceability للبروجريس اللي موجود في السايت. طيب اذا قلنا نحن انه في بداية المشروع وراح نشوف الجراوند فلور فرضا او البيسمنت 2، هذا فرضا نعتبره البيسمنت 2. البيسمنت 2 زي ما شايفين فيه كولمز، فيه كولمز، فيه راوند كولمز، فيه كور وولز. الكور وولز مش ظاهرين عندي بس مش مشكلة عادي. طيب فرضا انا في بداية المشروع وشغال على الكولومز، نفتح شيء اسمه status sharing موجود في البزنس بريميوم لايسنس، يعني للأسف الشديد مش متوفر في البيرسونال ولا مش متوفر في البزنس لايسنس، متوفر فقط في البزنس بريميوم لايسنس. نعمل لوجين وندخل نعمل باسورد stay signed in. طيب بمجرد ما تفتح status sharing اوكي نعمل delete لهذا yes. اوكي بمجرد ما تفتح يقول لك no available actions create the first one، من هنا يقول لك disable status sharing. طيب الاكشن انه انك راح تتبع او راح تبرمج الwork in progress في السايت عن طريق الcolor coding. كيف راح يتم هذا؟ يتم عن طريق creating a color code او action خلينا نسميها مثلا basement columns concrete work. concrete work columns concrete work حيعطيك already columns checked، عندك الـ private none paused complete enable commit and started. هذه قوتها يا جماعة، هذه قوتها في الـ structural steel structure models، بس نقدر نستعملها نحن في الـ concrete structure عادي. وبمجرد ما تعمل create حيعمل لك color code by default. من وين يتكون هذا؟ يعني الـ status sharing يتكون من الـ colors أو الـ actions اللي عملت لهم creation، يتكون من الـ colors different colors لل different actions الموجودة في السايت، يعمل لك ويعمل لك أيضا date for خلينا نقول animation small animation for your working site progress. كيف نشتغل بالموضوع هذا أو كيف نستعمل هذا الأوبشن الرائع؟ نختار أنا كمثلا كسايت engineer، فرضا بديت بالكولم هذا by axis أكيد axis 1 by axis A etc. هذا it's already started تمام، او خلينا نقول هذا وهذا وهذا كله
started. طيب نجي شغلة معينة هنا ونعمل add view نسميه first week first week site work على سبيل المثال. تمام جينا للويك الثاني وش نعمل؟ هذا في الويك الثاني وهذا وهذا سوري هذا هذا started بس هذم وهذم وهذم يكونوا ماذا؟ completed. تمام يكونوا completed وهذم الأربعة paused لسبب معين يعني وهذا يخلينا نقول started اوكي هذا second week تعمل create or add view second week work. طيب the third week هذا وهذا وهذا هذا وهذا يكون أكيد خلص وهذا راح يكون started وهذا راح يكون خلص وهذا راح يكون عفوا هذا وهذا خلص وهذا started تسميه third week work. الفكرة مش هنا يا جماعة الفكرة ما زال راح تجي بعد the last week from خلينا نقول January هذا شغل كامل يكون تم يكون تم يعني خلال شهر صبينا كامل الأعمدة أكيد مع الأرضية إذا حابين يعني or none على حسب يعني وتعمل add view تسميه the fourth week work. تمام وتقدر تجمع صور مع بعض وتسميهم January work done. طيب خلصت أنا كسايت انجينير أو كسايت أو كبروجكت مانجر خلصت شغلي I have to report to my project managers أو مش عارف أنا للتوب مانجمنت. في شغلة حلوة جدا إنك تعمل رايت كليك مجرد ما تعمل عفوا دقيقة بس مجرد ما تعمل رايت كليك يعطيك البوسيبيليتي إنك you remove ungroup or share. لما تعمل share مباشرة راح يقول لك with the architectural group or assigned persons أو so on أو تقدر تضيف حتى شخص لي invite users وتعمل له role وتقدر تشير معاه الفايل إنه لما يوصل هذا لما يوصل للتيم member راح تكون عندهم أو للبروجكت مانجر راح تكون عنده نظرة واسعة وراح يكون aware بالبروجرس في السايت تقدر تعمل حتى small animation اللي هي سلايد شو شوف يعني على سبيل المثال animation لحركة الشغل في السايت. تمام في عنا بعد حركة ثانية اللي هي خلينا نطلع شوي اللي تقدر تستعملها بستيج والشيرينج انك فرضا اذا فتحت ستيج والشيرينج تحب تعمل تايم لاين تايم لاين اللي هو شبيه بال 4 دي مش حيكون بقوة النافيس ووركس اكيد بس شبيه بال 4 دي سيميوليشن ال 4 دي سيميوليشن انك تقدر تعطيه تاريخ انه ابتداء من التاريخ هذا اللي هو اليوم تمام الشغل ستارتد وبعد تاريخ 20 في الشهر على سبيل المثال already شغل started 23 شغلنا هنا خلص وهذا في تاريخ 30 أو مش عارف أنا started تاريخ هذا مثلا
ثلاثة هذا يكون خلص تمام، وتعمل تايم لاين حيعطيك بالتواريخ زي ما شايفين بمجرد ما تمشي انت راح يعطيك شو ستارتد شو الفينش اتسترا اتسترا اتسترا، يعني زي ما شايفين حتشوف اللي هو ستارتد وشي هو الفينش، وكل ما برمجته اكثر وعطيت له تايم اكثر راح يمشي لك وتشوف حتى بناية بالكامل تبعها من اول مسمار تحطه في السايت الى تسليم البناية، حتقدر تخزنها عادي في Trimble Connect as data. You can share it with all the team members. طيب في عنا شغلة ثانية اللي هي مهمة جدا، على سبيل المثال خلينا نقول remove. You can عندك البوسيبيليتي هنا انك تاخذ صور سواء add view or export it to as 3D view as صورة اللي هي 3D view as PNG زي ما حبيت. عندك الموديفيكيشن اللي هي تاع سلايد شو، تشوف الديوريشن، تشوف الديوريشن اوف كاميرا انيميشن، شوين فول سكرين مود زي ما تحب. الشغلة الجميلة الثانية اللي هي تعتبر من الابديتس اللي عندها تقريبا شهر، ما عندهاش كثير يعني. خلينا نروح نفتح ريفيت نوت ريفيت، نفتح مثلا اي اف سي اللي هو الاركيتكتورال. طيب بمجرد ما تفتح الاركيتكتورال موديل في عنا ايكون صغير يقول لك create visualization with texture and lighting، يعني هم عملوا integration الرندر انجن داخل Trimble Connect. ما بين ما عملنا رندر خلينا نروح نشوف شغلة ثانية في Trimble Connect اللي هي تسمى ب property set and organizer. خلينا نروح نشوف الفاميلي، نشوف الستركتورال موديل ورك ان بروجرس. زي ما شايفين راوي يحمل يعطيك الرندر، يعني اللي تقدر تستعمله كأوبشن for your rendering. عندك أوبشن اللايت كذا، ظل، شادو، تمام، تغير الباك جراوند، تاخذ صورة للثري دي هذه تمام، تحطها في الداتا اللي عندك على حسب، يعني تقدر تستعملها كرفرنس زي ما قلنا في الفايل اللي عندك اوكي، او في المشروع اللي عندك تقدر تاخذ صور، تعمل سمول انيميشن بالسلايد فيو. مجرد مثال يا جماعه لاني بصراحه راني ماشي بسرعه غير عاديه. مجرد ما تعمل انيميشن راح تشوف، يعني مجرد مثال بسيط هذا، يعني انتم بعد اذا اشتغلتوا على الموضوع راح ترتبوه اكيد احسن مني بكثير. يعني ستوب هذه الاضاءة وكذا، قدرت اعمل مستوى سطحي لي 3D موديل تقدر تشيله كذا اوكي. و
وهذه على فكرة أضافوها مؤخرا في التريمبل كونكت زي ما شايفين، حتى الماتيريال سواء ترانسبرنسي أو الريفلكتيفيتي الريفلكشن. تمام، تقدر تشير حتى التكستر اللي موجودة في 3D موديل زي ما شايفين. على كل حال هذا الفيتر موجود في الديسكتوب ابليكيشن، تقدروا تستكشفوه يعني براحتكم اكيد، بمجرد ما تعمل كليك على create visualization with textures and lighting راح ياخذك مباشرة على شيء اللي كنا شايفينه. عندك export current 3D view as trim beam او trimble connect beam model، يعني تقدر تعمله exportation بمجرد ما تعمل double click، مش ضروري تفتح ويكون عندك البلاتفورمز هذو، بمجرد ما تعمله export حينزل عندك trim beam model وتفتحه مباشرة بمجرد ما تعمل double click. بصراحة في أشياء كثير، وين حنشوف وين حنشوف. طيب خلينا نروح نشوف الـ property set and الـ organizer. الـ organizer شفنا نفسه أو تقريبا عدينا عليه بسرعة في البيم كولاب زوم اللي هو ما يسمى بسمارت فيوز. زي ما حكينا آخر مرة تكلمنا على هذا اللي هي الـ ghost hide isolate يعني hide in hide و isolate objects. حنشوف شيء اللي هو more technical or more practical لما نروح الموضوع الorganization أو model checking before model validation. عندنا هنا حاجة ما تسمى أو شيء ما يسمى بالorganizer. الorganizer أو خليني نتكلم على property set قبل ما نروح الorganizer، لأنه الorganizer property set يعني زي التوأم يعني ماشيين مع بعض. البروبرتي سيت هي اي بروبرتي سيت موجوده في او اي بروبرتي سيت في البيم سوفت ويرز. البروبرتي سيت راح يطلع لك كامل الاوبجكتس اللي موجوده في 3 دي موديل، وين انت تقدر تاخذ معلومات عن هذه البروبرتي سيت، بحيث انه اذا اخترنا على سبيل المثال البيسك روف يعطيك الكلاس اللي هي IFC slab، يعطيك الماتيريال اذا انت دخلت الماتيريال قبل ما تصدره IFC، يعطيك الاريا، يعطيك الفوليوم، يعطيك البروجكتد اريا، توتال اريا اند فيس. انت باي ديفولت قادر مثلا البروبرتي سيت هذه تعدل فيها، يعني مش ضروري تلتزم بالشيء هذا، باي جوين هير تو كولمز وتختار البروبرتي اللي انت تحب تحطها. يعني مثلا انا مش عاجبيني هذو نشيلهم، نخلي فقط الكلاس، يبقى عني فقط الكلاس اللي هو الاي اف سي، يبقى لي الكاونت العدد. حبيت ترتبهم باي كلاس مش باي نيم، تقدر تعمل دروب يعني تعمل كليك اند دراج تحطهم هنا تمام، وتشيل هذه وراح يصنف لك اياهم بالاي اف سيز بالاي اف سي كلاسيفيكيشن. على سبيل المثال انا عندي اي اف سي بيم، عندي اي اف سي بيلدينج اليمنت proxy يعني it's not classified, IFC column, footing, pile, IFC slab and IFC wall standard case. طيب تقدر مثلا تعملهم classification by fire rating. هل أنا عندي fire rating أو لا؟ fire rating تعمل plus okay، وجي تعملهم classification by fire rating. هذه تساعدكم بعد في الفلتر يعني في الموديل تشيكين اذا الابواب زي ما حكينا اخر مره فاير ريتد اور نون فاير ريتد. زي ما شايفين ما عنديش الفاير ريتنج، اكيد في الابواب حتكون عندي يعني، بس كمجرد مثال في موضوع الفلتريشن. خلينا نرجعها باي كلاسيفيكيشن احسن، تكون اسهل لنا بعد في السلكشن. على سبيل المثال تقدر تختار باي by more by tag إذا حبيت IFC column type direction by phase إذا كنت عامل مشتغل بال by phases هذه راح تساعدك كثير يعني. خلينا على هذه، أنا قسم ليهم IFCs IFC beam IFC building proxy element proxy IFC columns etc. طيب شو عنا الفيتشرز الثانية اللي موجودة؟ على سبيل المثال أنا حبيت نعمل selection للIFC خلينا نقول pile
اللي موجودة في الموديل. ننزل هذه شوي استوضح لكم الصورة. أنا نزلتها كثير مش شوي صراحة. طيب أو ما يخالف ما عندناش مشكلة. عملنا IFC file. بمجرد ما نعمل كليك على IFC file عندك two options. عندك two options. يا إما تجي تعمل select in 3D. نعمل لك selection in 3D زي ما شايفين. تمام. وتقدر تعمل isolate layers. تفصلها لوحدها. تمام. في الحالة هذه. في الحالة هذه. شوفوا معي. في الحالة هذه. تعمل هذه ك ك ك ك سمارت فيو او ك اورجانيزيشن او ك اورجانيزر. يعني يقول لك على سبيل المثال هنا سيف تو اورجانيزر. الاورجانيزر شو شغله الاورجانيزر؟ الاورجانيزر له انه عفوا انه يصنف لك او اي شيء تحت مسمى او اي شيء بايلينج راح يتصنف لوحده. يعني انت مش ضروري تروح بعد تعمل سيلكشن للبايل تروح تعمل سيلكشن للكولمز. لا الكولمز لوحدهم يصنف لك يصنف لك اياهم يعني يعمل لك اياهم ترتيب معين. الكولمز لوحدهم الابواب لوحدهم السلابز لوحدهم الويندوز لوحدهم. فرضا انت اذا كان عندك تاسك معين او اذا عندك خلينا نقول كواليتي تشيكينج معينه زي ما شايفين بمجرد ما تعمل كليك راح يعطيك يعطيك السيلكشن لل عفوا للانتيتي اللي موجوده. طيب خلينا نرجع بس لهذه. اوكي سيف تو اورجانيزر. يو كان كولورايز ذا جروب تعطيه لون معين. اوكي يو كان سيليت ذا اذر اليمنتس يعطيك فقط هذا ملون. اذا حبيت الاورجانيزر عفوا انا الاورجانيزر عملته بالخطا الكامل الاليمنت بس مش مشكله نعدل فيه ان شاء الله. طيب اذا كان هذا الاورجانيزر select in 3D view you can come here لهذا وتعمل كذا وتسميه مثلا piles او save to organizer وجي لهذه وتعمل كذا. اوكي صار عندنا البايل او ايه حتة البايل selected already. فرضا اذا حبيت نعمل selection لهذا عفوا هنا it will be selected automatically. يعني خليني نعمل الفوتينج عشان تكون عندكم فكرة اكثر او قصدي السلابس وشيء اوضح. طيب عندنا الIFC خلينا نشوف colorize هذا colorize group يعني باي ميستيك. شوفوا باي ميستيك يعني هذا كيس ستادي جميل. باي ميستيك مسمين الاي اف سي بتاع الفاونديشن اي اف سي بايل والاي اف سي بتاع البايل مسمينه اي اف سي فوتينج. يعني هذا يعتبر مشكل. جينا هنا جينا هنا على سبيل المثال اذا حبيت تعمل كولورايز الكامل الجروب وجينا هنا تعطيه تاسك اللي هو مثلا تو دو وتقول له please check the IFC or correct the IFC or check the issue or fix the issue. طيب بالproperty set الثانية اللي نقدر إن أو من بين ميزات الproperty set إنه نقدر we can colorize كامل الموديل. colorize كامل الموديل الكولمز وحدهم سلابس وحدهم الكورات وحدهم زي ما شايفين. نفس البرنسيب سمارت فيوز اللي موجود في البيم كولاب زوم يقدر يعمل لك حتى الابواب بكالر الفاير ريتد كالر والنون فاير ريتد كالر. تمام على سبيل المثال بيلدينج اليمنت بروكسي او الاي اف سي سلاب سيلكت ان 3 دي فيو save to organizer. تسميها على سبيل المثال family tower organizer. تمام family tower organizer. يعني انت على حسب تقسيمتك البروبرتي سيت يو كان ميك ات از ان اورجانيزر. فرضا اذا حبيت انا
اختار فقط الكولمز، نعمل كليك على الكولمز. اذا حبيت الفوتينج بس الفوتينج، اذا حبيت الاي اف سي بايل بس الاي اف سي بايل. نقدر نعمل ايزوليت ونعطي للتاسك مثلا، ونقدر نجيب مثلا هذه ونعمل ايزوليت اوكي، ونجي لهذه مثلا ونعمل ايزوليت. شوف الكولمز اوكي اي كان. نشوف البروبرتيز اللي موجوده بالنسبه للكولمز هذو اوكي. مثلا البروبرتي الكولم هذه، ونشوف البروبرتي سيت كوانتيتي تيك اوف. نقدر نعمل حتى سايت تاسك باي ايزوليتنج ذيس وان اوكي. هذه مثلا الكولم هذا على سبيل المثال، ونعطيه انا اد تو دو اوكي. تعطيه اد تو دو وتسميه اي تاسك، وتعطيه للتيم اللي هم يصلحوا لك من بعد الموديل. This is what we call a model checking before validation. يعني عندك البوسيبيليتي انه انا منكر الشيء انه البيم كولاب زوم هو اقوى بكثير في الحته هذه من تريمبل كونكت، بس راح تشوفوا مع الوقت ان شاء الله اذا واحد مشى مع تريمبل كونكت هم كل يوم شغالين على الموضوع يطوروا في السوفت وير. على هذه انا نقول انه اذا انتم حابين مثلا تروحوا الموضوع السي دي اللي هو تريمبل كونكت، خليكم دائما ابديتد وتكونوا ريجسترد في الداوت فورم، راح تشوفوا الناس تطرح افكار يعني بصراحه افكار جميله جدا. راح تستفادوا يعني وتاخذوا اشياء اللي تستفيدوا منها في حياتكم العمليه. وش عندي ايه في البروبرتي سيت؟ فرضا انا ك مثلا during the construction site، او فرضا في الموديلينج فيز. خلينا في الموديلينج فيز. في الموديلينج فيز السلابه هذه على سبيل المثال، مجرد مثال فقط، خلينا نشوف البروبرتي. عندنا two types of information or two of property set. انا حاب نعرف مين اللي عمل modeling لهذه السلابة، او حاب نعرف مين عمل casting للكونكريت لهذه السلابة. المعلومة هذه مش متوفرة عندي صح ولا لا؟ يعني ما نقدرش نطلع المعلومة هذه الا اذا عمل تليفون السايت انجينير نقول له مين كذا عملها وكذا. ومش متوفرة عندي المعلومة في الموديل، مش متوفرة عندي المعلومة في الموديل. بس كيف ندخلها على الموديل بحيث اني تكون عندي الهيستوري بتاع الناس اللي اشتغلت بالكامل في الموقع او في المشروع، سواء في الديزاين او في الكونستراكشن. انا راح نعطيكم مثال عام وانتم قيسوا عليه، تمام؟ انا راح اعطيكم مثال عام وانتم قيسوا عليه. في شيء يسمى add properties او properties library، تمام؟ هذه تلقاها اكيد في البزنس بريميوم، للاسف الشديد ما تلقاهاش في البيرسونال اللي هو فري. بس راح نقول لكم شو قوه البروبرتي سيت لايبرريز. فرضا انت عندك معلومات معينه حاب تطلعها من الموديل او من اليمنت معين من الموديل، تدخل شيء اسمه بروبرتي سيت اور مانج بروبرتي سيت لايبرريز. انت شغال على سبيل المثال مع سب كونسلتنت ويعني وكونسلتنتس وسب كونتراكترز، وين لازم تاخذ منهم معلومات اللي تحتاجها في الموديل، خصوصا من بعد في الفاسيليتي مانجمنت اند بيلدينج اوبريشن. على سبيل المثال جنرال انفو، مجرد مثال بس، ونعمل اوكي. طيب نسميها or entitled property set، خلينا نعمل general info اوكي، ونعمل add property. هذه general info، معلومات عامة عن الموديل او عن او خلينا نمشي صح يعني work progress work progress stay to اي work progress stay to عادي. This to check the work progress at construction phase مثلا، او design phase or
ديزاين فيز، ما يهمش يا جماعة، المهم انتم تفهموا الفكرة. تمام؟ طيب جيل هذه انت سميت البروبرتي، سميتها work in progress status. عفوا، البروبرتي هنا على سبيل المثال يعطيك too many options. فرضا responsible party، يعني مين اللي سوى الشغل هذا، يعطيك الاوبشن انك تخليه text number drop down choice true false date، تخليه مثلا على سبيل المثال text، ومن بعد تضيف الشغلة الثانية اللي هو quality of the work أو work quality. تمام؟ جي تعطيه هنا شو؟ تعطيه drop down choice، تخليه good bad very good and medium. مجرد مثال بس. تضيف property ثانية تسميها مثلا work done date، تنزل هنا وش تعطيه؟ تعطيه شو؟ تعطيه date. تمام؟ وجينا هنا تكتب مثلا supplier info. اوكي، وجينا هنا تعطيه website supplier، وجي الأخيرة تسميها مثلا وش عنا الأوبشن الأخير true false date number of labors، وجينا هنا تعطاها number وتقول له the whole low multiple entries. خلاص تعمل publish. بمجرد ما تعمل publish حتصير عندك البروبرتي هذا موجودة في المشروع اسمها General Info. نرجع ل 3D Model أو 3D Model Viewer، وحب نعرف مثلا مين Subcontractor اللي اشتغل على هذا، مثلا خلصوا صبية اليوم أو خلصوا صبية البارح على سبيل المثال، وحاب ندخل المعلومات هذه على سلابة، حاب نعرف مين اللي صب السلابة، مين الناس، كم العامل اشتغل، etc. نجينا هنا نعمل add properties وتختار general info، وجينا هنا work in progress وتعمل done. طيب بمجرد ما تعمل done حتطلع لك work in progress من الأسفل، إضافة إلى properties اللي موجودين by default في الموديل. جي للقلم هذا small pen كذا، ودخل responsible party XY، quality يعني very good، done اليوم، supplier تحط الويب سايت، number of labors 100 مثالها، وتعمل save. مجرد ما جينا هنا وتعمل كذا تشوف المعلومات هذه طلعت عندك، يعني supplier info ضيف انت اي ويب سايت من بعد يعني معلش مشاكل، بس حبيت نرويكم كيف تعمل property set وإن هذه everything in the site or everything in your project it will be traceable، يعني أي single information تحت يدك تحت القبضة تاعك يعني. وش راح نزيد نشوف يا ربي، وش راح نشوف؟ أيوة، في عنا شغلة ثانية اللي هو clash detection. okay we don't have any clash sets from the model. منين طلع clash detection؟ طلعها من الديسكتوب application. طيب خلينا نخرج من الموديل هذا لأنه ريفت فور كوانتيتيز الام اي بي، خلينا نشوف الام اي بي ونروح نشوف شغلة اللي هي شوف هذا، شو رأيكم نشوف هذا؟ طيب هو بيحمل، اوكي هذا الام اي بي موديل اللي هو الدرينج موديل. تمام، زيد نضيف له الستراكتورال، الاركتكتورال موديل، هذا كلوز
structural صرعنا ال MEP مع ال أو drainage مع ال structural وتقدر تعمل clash detection. It's very basic يعني بس حتساعدك أكيد راح تساعدك شغالين هم على الموضوع. تعمل clash detection new تعمل clash detection ما بين two models clash clearance tolerance 25-30 ignore clashes within the same type and you can share this clash detection exercise with one of your team members. بمجرد ما تخلص تعمل اوكي يطلع لك الكلاشز بالكامل وعلى اساسها تشتغل تشتغل على الكواليتي الموديل. You can fix a lot of problem during the design phase. الشغلة الثانية اللي هي sequences نفس الشيء اللي موجود في الـ for example add step هذه نفس الشيء زي الـ 4D simulation على سبيل المثال عنا add step اوكي add object اوكي بعدين add step وبعد step الثاني add object وstep الثالث اللي هو هنا add object وstep الرابع خامس عفوا اوكي add step step الخامس سادس عفوا add object تعمل save. مجرد مثال على السريع يا جماعة مجرد مثال على السريع مش يعني المثال هذاك اللي واو زي ما يقولوا بس اوكي it's not saved يعني ليش ما سيفهاش هذا نعودها على السريع اسف جدا add step اوكي step 2 او step 2 طيب step 3 بعد step 4 save for the other team members the other okay وين هذه عفوا المشكل في انا مش في السوفت وير جينا هنا تعمل شوف وان شوف مراحل بناء المشروع تقدر ترتبها انت دخل كامل البنايه ودخل كامل المشروع by steps. It's like 4D simulation بس مش يعني بقوة Synchro أو بقوة Navisworks. شوف sequence هذا. اوكي. هذا أوضح يا جماعة لأنه الأول كان فيه شوية لخبطة. زي ما شايفين. تقدر تشير sequence هذا مع واحد من التيم ممبرز او مع واحد من الجروب تمام ريموف يس ريموف ريموف اوكي شو عندنا الثاني عندنا الموديل شفنا الكلاش ديتكشن على السريع وش عندنا عندنا سيكونس عندنا اوف كورس عندنا 3D موديل اللي هو او بوينت كلاود موديل عفوا اللي هو باي ديفولت راح يقرا لك الاي 57 زي ما شايفين خلينا نسكر هذا اللي هو عفوا دقيقة بس روح لي موديل سكر علينا هذا بالكامل ونسكر هذا طيب روح لكلاود موديل نفتح هذا أو نفتح هذا لأني حضرت كذا واحد للديمو على سبيل المثال هذا it's
بوينت كلاود تقدر تعدل فيه في الألوان وكذا، ضيف له تنقص ليه. هذا المشكلة أنه عملناها بفارو، فارو it's not، خليني نقول مش بمستوى تريمبل كونكت ليزر سكانينج مشين، حتى الكواليتي أو عدد النقاط في اللي مأخوذة في كل شات، يعني على الأقل خلينا نقول في تريمبل كونكت بالملايين، في الفارو أقل بالنص. يعني إذا قلنا 10 ملايين في الشات الواحد، في الفارو أقل بكثير، ممكن 2 مليونز أو 3 مليونز بوينت. بس أعطيناكم مثال فقط. بالعكس، عكس هذا اللي هو لا والله نفس الشيء، هذا أخذناه ب ليزر سكانينج مشين. أيوة، على سبيل المثال هذه سايز دنسيتي، نضيف بس الدنسيتي شوية. زي ما شايفين البوينت كلاودز، نقص شوية في السايز تاع النقاط، ونقدر نشوف الموديل من الداخل، تعمل كواليتي كنترول، وعلى أساس البوينت كلاود نفس الشيء. وكان تقدر تعمل التودو، فرضا أنت شفت شيء شغلة مش صح في السايت على سبيل المثال، تعمل تودو، you can assign the to-do to one of your team or project members. عندك thickness، تعدل thickness، strength، تخليها مثلا elevation، تخليها classification اللي هي dark or gray. تمام، هذا بالنسبة للpoint كلاود. الهولولانز شفنا، والأورغانيزر شفنا، وش عنا بعد يا ربي؟ شيء ثاني وش عنا وش عنا؟ طيب خلينا نشوف الـ 3D موديل اللي هو 3D فيور، عفوا ندخل على هذا، ممكن نشوف شغلة ثانية. أوكي، سكر البوينت كلاود. ايه، عندنا شغلة مهمة جدا هنا. ايه، ذكرت. طيب بالنسبة لجماعة، خلينا نقول سبلايرز او تكنيكال داتا شيت لكل ايتم اللي تحتاجه انت في الفاسيليتي مانجمنت او البيلدينج اوبريشن. طيب في عندنا شغلة تسمى ب اسم التطبيق اللي بالنسبة للجامعات الفاسيليتي مانجمنت أو البيلدينج أوبريشن، مرات أنت تحتاج أن البروكيورمنت ديبارتمنت، لأنه إحنا وش عاملين، إحنا نعطيكم فقط فكرة فام هولدينج في الفولدر ستراكتور. إحنا عاملين في الشيرد فايلز على سبيل المثال، في عنا الوركين بروغرس في الشيرد، عاملين شغلة اسمها Procurement Department. Procurement Department مقسمين ثلاثة فايلات، اللي هو shared بيني وبين Procurement Department: Quotations and BOQs، يعني أي quotation يوصل له راح يحط لي إياه، وأي BOQ يكون جاهز عندي راح نحط له إياه. يعني هنتقاسم أنا وياه two files، هو يعطيني الـ quotations وأنا نعطيه الـ BOQ. عندك الـ RFIs اللي يجي من عند سب كونتراكتر، عندك سبيسيفيكيشن وداتا شيت. على سبيل المثال عندنا انواع من سبلايرز وسب كونتراكتورز، الاي سي ووركس، الالومنيوم ووركس، بلوك ووركس، اتسيترا اتسيترا. مثلا سانيتوري فيكسترز، عندنا الووتر كلوزت. بالنسبه للووتر كلوزت، يعني بمجرد ما نختار السبلاير او بمجرد ما نختار البراند، خلينا نقول راح تكون عندنا تكنيكال داتا شيت موجودة في السيستم. طيب based on my specification, based on my needs of course. يعني الفكرة انه اذا حبيت على سبيل المثال ان خلينا نروح للمزرعة، اذا حبيت نربط كامل الموديل بتكنيكال داتا شيت معين، وين احنا نحتاجها انا من بعد، او يحتاجوها جماعات الفاسيليتي مانجمنت later on في البيلدينج مانتننس، الامر بسيط جدا. وش يعملوا؟ أو إحنا during the construction, especially the construction and the modeling phase، عنا شغلة اسمها attach file. نروح للarchitectural model، أو نروح للMEP model عفواً،
الورك ان بروجرس، نروح للام اي بي موديل، نختار الريفت اي اف سي. اوكي خلينا مع هذا. فرضا على سبيل المثال، ونعطيكم فقط في امثله يعني على حسب الكيسز تختلف، يعني اتس انليميتد كيسز. الفكرة أنه تقدر تربط الموديل بتكنيكال داتا شيتس اللي تجيك من البروكيورمنت أو من عند السبلاير. إحنا عنا بروكيورمنت كمثال فقط، قدر يكون دايركت للسبلاير اللي هو أنت مشير معاه الموديل إتسلف. على سبيل المثال حاليا هذا الدرينج موديل اللي فيه سانيتوري فيكسترز والووتر كلوزت ما عندي ولا معلومة عليه. قادر نروح لشغلة مهمة جدا اللي هي شو؟ Add attachment، ونحط other attachment type، ونروح نختار من الشيرد التكنيكال داتا شيت اللي شيرها معايا السبلاير. نروح الشيرد procurement department specification and data sheet or technical data sheet sanitary fixtures water closet، ونجي راك سيراميك ونعمل add attachment. طيب من بعد جماعة الفاسيليتي مانجمنت لما يكون عندهم الموديل ويفتحوه بتريمبل كونكت، لأنه احنا بحكم نفس الشركة يعني نفس الناس اللي تعمل construction هم نفسهم اللي يعملوا facility management and building operation، يعمل بس دبل كليك على هذا ويعمل كليك على هذا بتطلع له technical data sheet باش يشوف السبلاير منه، هذا باش يقدر يوفر الأشياء اللي نقصته يعني. راح تفتح يعني you can view in connect view in new window or يعني بس نسكر هذا، حيتفتح لك التكنيكال داتا شيت الخاص بالووتر كلوزت او ال WC عفوا. الفكرة انه تقدر تجيب تكنيكال داتا شيت ال PVC pipe، drainage pipe، ال reducer، أي شيء عنده علاقة بالمبنى during the modeling phase حتى ال construction. فرضاً أنت في الموديلينج حطيت زي ما شايفين، أنا عارف حالياً شو البراند اللي خاص بالwater closet أو ال WC، تمام؟ يطلع لك المعلومات الخاصة به، الدايمنشنز وكذا اللي تحتاجها أنت من بعد كرفرنس. تقدر تدخل حتى معلومات السبلاير إذا عملت كليك تمام وتجي الانفو، تقدر تدخل معلومات السبلاير من البروبرتي سيت، قدر رقم تليفونه، الويب سايت، هل هو لوكل، هل عنده موزع مثلا محلي أو كذا، وتصير عندك كامل المعلومات موجودة في الموديل اللي تقدر زي ما قلنا تستعملها بعد during the building operation. الفكرة انه انت كمنظومة او كسيدي لازم تكون حريص على تتبع المعلومات من الديزاين خلال construction phase الى handing over. المعلومات هذه إذا ما كانتش عندك منظومة أو استراتيجية واضحة ومعينة مستحيل تتحكم في هذه المعلومات ورح تضيع منك. يعني إذا أنا فرضا في الـ construction phase أو في الـ design phase عامل حسابي إني نركب مثلا روكا WC البراند روكا، في لحظة ما الناس ركبت في السايت راك سيراميك وأنا مش عارف مثلا، والموديل تعدل وراح ووصل ما بين يدين الناس اللي هم مفروض يعملوا المانجمنت أو بيلدينج أوبريشن، حيصير هنا ميس أوف كوميونيكيشن وين حتأثر سلبا على حتى كوست المشروع، يعني على حتى كوست المشروع. لأنه يعني مثلا أنا عامل حسابي على راك سيراميك تطلع لي مثلا روكا، أو عامل حسابي على روكا تطلع لي راك سيراميك. حتى الابروبريت او خلينا نقول الكونتاكت نمبر اللي مفروض نتواصل معاها مشان يمشي لي البيلدينج اوبريشن فيز اذا وصلنا مرحله المينتنس خلينا نقول، ما نقدرش نوصل له لانه المعلومه اصلا مش موجوده عندي، تمام؟
ما عنديش حتى الداتا اللي نقدر نتبع بها الميسينج بارتس اللي موجوده في البنايه. تمام، اعطيتكم مثال فقط عن طريق او اعطيتكم مثال فقط الحساب او عن طريق البروكيورمنت ديبارتمنت اذا حبينا ندخل تكنيكال داتا شيت او حتى السبلايرز. تمام، زي ما شايفين هنا مثلا بالنسبه للبروبرتي سات، خلينا نجرب البروبرتي سات على الدرينج موديل. قلنا باي كلاس، احسن انا احسن شيء نفضل اللي هو باي كلاس لانه يرتب لك اياها باي عفوا اي اف سي. تحب تشوف مثلا الاي اف سي الفلو تيرمينال، تعطيه لون، تقدر تعمل له سيلكت ان ذا موديل اند ايزوليت وتشوف كامل الاي اف سي فلو تيرمينال اللي عندك. يعني تقدر هذم على سبيل المثال السينك والدبليو سي والواش والشاور، الشاور خلينا نقول ميكسر، تقدر تجيبهم من مكان واحد من سبلاير واحد، يعني تقدر كامل هذم يتشاركوا في نفس المعلومة. مثلا ممكن فلو سيجمنت سيلكت ان 3 دي ايزوليت لاير وتعطيها لون معين كولورايز اللي هي كامل الدرينج بايبس الأمور هذه ريديوسرز شبه ذلك، تعطيها كولر معين، تقدر تروح حتى الهادي not colorize this one select elements select in 3D okay select in 3D وتعمل isolate خليها بس تبين معك. يعني اوكي دقيقة بس يجمع الموديل select in group تعمل isolate زي ما شايفين هذم على سبيل المثال هذا colorize select in 3D colorize عفوا تعمل isolate مرات مرات يا جماعة بيشتغل الكمش تجون هنا وتنظفوا clear data اوكي صراحة مش عارف ليش مش عامل يعني ايزوليت حنق او اوكي ممتاز هذه select in 3D يلا اعمل ايزوليت صراحة مش عارف ليش مش راضي ممكن نعود نسكر من الاول وجديد ونعود نفتح على حسب يعني خلينا نعود نفتحه بس المرة الاخيرة ونسكر المحاضرة اذا في عندكم اسئلة وكذا بالنسبة للبروبرتي سات تقدر تحضرها من الأول تكون محضر حالك أنت بالنسبة للبروبرتي سات اللي حاب تشوفها في السايت أو during the design phase. في سؤال مرات يعني الموديل تصير فيه مشاكل يعني هذه من بين السلبيات أنه مرات يعمل لك بلوك يهنق معك تصير انت تعمل ديليت الكاش فايلز والامور هذه لسبب غير معين يعني اوكي
اوكي خلينا نجينا هنا ونشوف classification by R by IFC. شيء غير عادي بصراحة. It's colorized group. Select in 3D. Anyway. على كل حال أنتم في الـ في الـ في الـ isolate group وكذا تقدر you can set this group as organizer أو كامل الليست. فرضا إذا حبيت تصدر الليست هذه ك export as CSV Excel or you can export it as نعم في مشكلة في البلاتفورم أو you can print it directly تقدر تعمل customization للproperty set وتفتحها في الإكسل. زي ما شايفين كامل المعلومات أو كامل الـ elements اللي موجودة في البناية تقدر تصدرها كـ IFC. أوكي سواء من name, material and so on. بس هذه نظن إن شاء الله تكونوا استفدتوا. أتمنى أنكم استفدتوا وأتمنى أني ما أكون استقلت عليكم يعني. أنا أتمنى مستقبل إن شاء الله أن نتكلم بإسهاب عن الـ All Plan Beam Plus كـ Accommodator Environment مع أنه Trimble Connect أوسع وأحسن منه بكثير خصوصا في موضوع Document Management System. في موضوع الـ 3D Viewer by Default كلهم نفس الشيء ما عندك حتى يعني difference يعني تشوف ولا difference كبير يعني ممكن small features هذا زايد على هذا بشوي. الشغلة الثانية أنه بالنسبة للـ Beam All Plan Beam Plus تقدر تصدر منه BCF زي ما تقدر تصدر من هنا BCF نفس الشيء تمام. تقدر تعمل خلينا نقول تقدر تعمل مثلا خلينا نقول assignment للtask. You can create issues تمام. create issues يطلع لك board issue نفس الشيء اللي موجود في Trimble Connect نفس الشيء. وكذلك إن شاء الله إذا كانت عندنا الفرصة نتكلم على Beam Collab and Beam Collab Zoom. وسي دي بصراحة مهما طال يعني مهما تكلمنا أنه مش راح نوفي حق سي دي لأنه سي دي تختلف من شركة لشركة وتختلف من بوليسي لبوليسي وتختلف من implementation لimplementation ومن strategy لstrategy. بس هي كمبدأ أو كنقطة انطلاق هو نفس الشيء يعني ما عندك حتى اختلاف يعني إذا حب يكون عندك سي دي ناجح لازم يكون عندك clear path لازم يكون عندك IDM واضح لازم تعرف مع مين تشير المعلومة المعلومة الصح مع the right person ولازم تتأكد أن المعلومة توصل to the right person في the right time ودائما راح تكون عندك أخطاء ودائما تكون عندك مشاكل أكيد. وإحنا إذا أخطأنا مش نخطأ لأنه إحنا متعمدين أنه نخطأ إحنا نخطأ لأنه حتكون عندنا unexpected events اللي هي راح تكون سبب رئيسي مباشر للخطأ هذا وإحنا نخطأ مش نتعلم. إذا ما أخطأنا مش راح نتعلم أكيد. نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه مش آخر مرة ونتمنى إن شاء الله نشوفكم قريباً. و
واللي عنده أي سؤال يتفضل، أنا جاهز. وشكرا جزيلا مهندس عمر سليم على الفرصة الطيبة هذه، وكان لي شرف كبير جدا 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 إني شيرت المعلومات البسيطة جدا هذه معكم. أسف جدا من صوتي لأني شوية تعبان اليوم، ممكن لاحظت في شيء هذا، بس الحمد لله. يعطيكم الصحة والعافية، وإذا في أي أسئلة أنا جاهز. حياكم الله. صحيح، ممكن، صح. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، يعطيكم الصحة والعافية يا رب. والله الله يسلمك يا رب، وشكرا يا باشمهندس مرة أخرى على الفرصة السعيدة هذه، جزاك الله. الله يسلمك، السلام عليكم ورحمة الله، أشوفكم على خير إن شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم.